في الحرب العالمية الثانية وجدوا عبارة مكتوبة على جدار في مدينة بير منجهان: من وضع بيلة في شجرة الدرداء. ما حدا بيعرف مين كتب هذه العبارة، وممكن تمر مرور الكرام وما حدا ينتبه لها، زي ما بنشوف كتابات كتير على الجدران، خاصة انه هذه العبارة ظهرت بعد سنة من اكتشاف هيكل عظمي لفتاة داخل شجرة الدرداء في غابة من غابات غرب انجلترا. هذه الحادثة تحولت للغز من اكبر الالغاز المحيرة في تاريخ بريطانيا. خلينا نتعرف على التفاصيل، بس قبل ما نبدا بالفيديو لا تنسوا الصلاة على الحبيب محمد صلى الله عليه وسلم. وهاتوا الانترو. استنى قبل ما يبدا الانترو، لايك شير سبسكرايب، وتعليقاتكم الحلوه يا احباب بتشجعني اكمل هذا المحتوى. بدا اللغز في قريه هاغلي غرب انجلترا، وهي قريبة من مدينة بير منجهان. في 18 ابريل عام 1943 اربع شباب من القرية راحوا على غابة قريبة، وهذه الغابة من ضمن املاك شخصية معروفة اللورد كوبهام. كانوا الشباب يدوروا على اعشاش للطيور، وشافوا شجرة الدرداء جافة ويابسة، فراحوا عند هذه الشجرة على امل يلاقوا اعشاش عند الشجرة هناك. في واحد منهم طلع على الشجرة، وفي جذع في الشجرة شاف فيه تجويف، وطلع داخل هذا التجويف لقى فيه جمجمة. في البداية ظن انه هذه الجمجمة لحيوان، لكن لما مسكها ورفعها من مكانها لقى عليها شعر واسنان بشرية، فتبين انها لانسان. الشاب رجع الجمجمة مكانها وطلع من الغابة هو واصحابه، وقال انهم ما بدهم يحكوا لحدا عن اللي شافوه عشان كانوا خايفين يصير معهم مشاكل، عشانهم يتعدوا على املاك خاصة. لكن اصغر واحد من هدول الشباب ضلوا خايف، فقرر يحكي لأمه وأبوه، وفورا بلغوا السلطات الإنجليزية عن الجمجمة اللي لقاها في داخل الشجرة. وصلت الشرطة للمكان وفحصت جذع الشجرة، وفعلا لقت هيكل عظمي شبه كامل لامرأة، ومعه حذاء وخاتم متنية بوضعية القرفصاء. كانت الجثة بحالة جيدة وفيها شعر وبعض الأسنان، لكن ما لقوا إيدها اليمين. وبعد عملية البحث في المكان لقوا إيدها اليمين مدفونة على مسافة قريبة من الشجرة. طبعا أرسلوا الهيكل العظمي للفحص الجنائي على يد الأستاذ جيمس ويبستر من جامعة بيرغهام. الطبيب قدر أنه هذا الهيكل لامرأة في الثلاثينات من عمرها تقريبا، وطولها 153 سنتي، وقدر أنها ولدت طفل قبل هيك. وحدد الأستاذ ويبستر زمن وفاتها تقريبي بفترة ما بتقل عن 18 شهر، وهذا يعني أنه زمن الجريمة في إبريل عام 1941 أو قبلها. لكن ما حدد الطبيب سبب الوفاة، لكن اكتشف في قطعة قماش داخل فم الضحية، وهذا رجح انها ماتت خنق. رجح التحليل انه القاتل وضعها في جذع الشجرة بعد ما ماتت بفترة، لانه ما بيقدر يدخلها داخل الشجرة بعد ما قتلها طول. انتظر بعد ما خشبت الجثة على الارجح. نتائج التحقيق الاولية فتحت عدة تساؤلات: هل صارت الجريمة داخل الغابة؟ لانه اكيد كان يعرف انه في الغابة شجرة كبيرة فيها تجويف بكفي لوضع انسان داخلها. الشرطة حاولت تكون صورة للضحية من خلال الجمجمة عشان يعرفوا مواصفاتها، لكن ما قدروا يدوروا عليها في ملفات المفقودين لانه عددهم كبير في الحرب العالمية الثانية، وتبين انه ملفها ما بتطابق مع ملفات المفقودين في منطقة هاغلي. وهذا اللي برجح انها كانت غريبة عن المنطقة. كانت اسنانها عوجة وإلها مظهر مميز، فأرسلوا المحققين سجلات أسنانها لأطباء في جميع أنحاء البلاد. وبعد سنة ظهرت كتابة على حائط من حيطان شارع أبردين في بير منجهان بتقول: من وضع بيلة داخل شجرة الدرداء في غابة هاغلي. ونفس العبارة كانت مكتوبة على الجدران في مناطق مختلفة في بريطانيا، منها كتابة على مسلة في تلة قريبة من الغابة بتقول: من وضع بيلة في شجرة الدرداء. وعبارة تانية مكتوب فيها: لبيلة بدل من بيلة. ما حدا بيعرف مين بيكتب هذه العبارات، هل هو القاتل نفسه أم شخص له علاقة بالقضية أم مجرد مزحة من شاب مراهق، وهل اسم الجثة بيلا ولا اختار أي اسم. حاولت الشرطة تبحث عن كاتب هذه العبارات لعل وعسى يلاقوا طرف خيط في القضية. ولما رجعت الشرطة فتحت القضية في عام 2009 وجدت أن الأستاذ ويبستر أعطى الهيكل لصديقه في كلية الطب في جامعة بير منجهان، وقالهم أنه الهيكل مش موجود يعني ضاع. بالرغم من أنه كانت القضية مفتوحة، لكن الشرطة ما شاركت القضية إعلاميا، وهذا اللي فتح المجال قدام نظريات المؤامرة. فقالوا انه ضياع هذا الهيكل كان مقصود عشان يتسطروا على اشخاص معينين، وبما انه الهيكل ضاع فاستعان فريق من جامعة ليفربول بالصور الفوتوغرافية القديمة للجمجمة اللي صوروها اثناء التحقيق عشان يعملوا اعادة بناء لوجه بيلا في الكمبيوتر. وتم طرح عدة نظريات واحتمالات بتتعلق بهوية بيلا. في منهم قال انها فتاة ليل او جاسوسة بريطانية، او انها ضحية طقس سحري، او انها امرأة عملت علاقة مع جندي امريكي، او انها هربت من بير منجهان خلال قصف الألمان. في احتمالين طرحهم الإذاعي ستيف بوند في برنامجه على قناة بي بي سي راديو 4 اللي انعرض في أغسطس عام 2014.
الاحتمال الأول بلاغ قدمته فتاة ليل في بير منجهان عام 1944، بلغت في الشرطة عن اختفاء صديقتها اسمها بيلا قبل 3 سنوات، وهذه المدة بتتطابق مع زمن وفاتها. وإذا كانت هذه الفرضية صحيحة فإنه كاتب هذه العبارة بيعرف الضحية، وبقولوا إنه هذه الفرضية أقرب للواقع، لأنه فتيات الليل غالباً بيقعوا ضحية للقتلة والسفاحين وما حدا بدور عليهم. والاحتمال الثاني هو بلاغ قدمته امرأة اسمها أونا موسوب للشرطة عام 1953، وقالت أونا إنه جوزها جاك موسوب اعترف لعيلته إنه تشارك مع رجل هولندي ووضع امرأة في شجرة، وقال موسوب إنه تلاقى مع الرجل الهولندي في داخل حانة في القرية وشاف هذه المرأة وهي سكرانة وأخذها مع صديقه أغمى عليها من تأثير الخمرة فوضعوها في داخل الشجرة عشان لما تصحى تخاف وما ترجع للطريق اللي كانت فيه. دخل جاك موسوب في مستشفى الأمراض النفسية لأنه كان دايما يحلم بامرأة بتطلع فيه من داخل الشجرة، وكان هذا الكابوس يتكرر كل يوم، ومات بالمصحة النفسية قبل اكتشاف الجثة بعدة أشهر. وهذا الاحتمال زي الاحتمال اللي قبله، واللي بيشكك في هذا الاحتمال انه أونا ما شافوها الا بعد 10 سنوات على وفاة جوزها. وهناك نظرية اجت من ملف نشرته المخابرات البريطانية عن جوزيف جاكوبز، وهو عميل الماني وهو اخر شخص تم اعدامه في برج لندن. وجاكوبز هو عميل الماني هبط في المظلة على كام بريدج وانكسرت قدمه قبل ما يقبض عليه، ولقوا معه صورة بزعم انها لحبيبته وهي مغنية في كباريه، ممثلة المانية اسمها كلارا. قال جاكوبز انها بتتدرب في وحدة التجسس وبدهم يرسلوها لإنجلترا لما يتصل فيهم. وكمان هذه النظرية شككوا فيها لأنه ما في دليل يثبت أنه كلارا دخلت بريطانيا، لأنه كلارا ماتت في ألمانيا في ديسمبر عام 1942. في نظرية قدمتها عالمة الأثار مارغيت موراي، وهي أنه بيلا كانت ضحية طقس سحري، وذكرت أنه إيدها المدفونة بتوافق مع طقس وثني لعبدة الأوثان وبقولوا أنه اسمه يد المجد، وبهذا الطقس بتم قطع الإيد بطقوس للأضاحي البشرية عند الغجر. وهذه النظرية لقت قبول من الصحافة وربطوا بينها وبين جريمة تانية لرجل اسمه تشارلز انقتل نتيجة طقس ديني في بلدة كويتون، وهذه النظرية ما لقت اقبال كتير بما انه الايد ما بيرموها في هذا الطقس لكن بيستخدموها اللصوص الحرمية عشان يخلوا اهل البيت يناموا، وبالعادة كانوا ياخدوها من اشخاص معدومين شني بعد دفنهم في المقابر. وكتير من الباحثين عيبوا على نظرية موراي وانها كيف تصدق هذه الخرافات، وكمان شائعات الاضحيات البشرية عند الغجر. وفي نظرية ظهرت عام 1953 بسبب رسالة أرسلتها امرأة اسمها آنا لصحيفة محلية في والدز هامبتون، قالت إن الضحية امرأة هولندية اسمها كلارا بيلا كانت جاسوسة ألمانية في بريطانيا وقتلوها لأنها بتعرف أسرار كتير. ممكن تكون هذه النظرية محتملة لأنه منطقة بير منجهان كانت هدف الجواسيس وقصفتها ألمانيا عدة مرات لأنه فيها مصانع بتدعم جهود الحرب، لكن ما في مستندات أو أدلة بتدعم هذه القضية. وبضل السؤال، هل الكتاب اللي وجدوها على الحيطان إلها علاقة بهذا اللغز؟ للأسف هذه القضية ظلت بدون حل بسبب ضياع الأدلة، خاصة إنه الهيكل العظمي نفسه ضايع، عشان هيك ما بنقدر نستعين بالطب الجنائي والحمض النووي ورسم صورة أدق لوجه الجثة. مر أكثر من 70 عام على اكتشافها، فكل شخص له علاقة في الجثة أكيد مات، ويمكن اللي ظل موجود لحتى الآن هو ابنها اللي ما بيعرف عنها إشي. وهيك بننهي قصتنا لليوم، وكما عودناكم لا تنسوا الصلاة على الحبيب محمد صلى الله عليه وسلم، وإذا عجبك هذا المحتوى لايك شير سبسكرايب وفعلوا زر الجرس أهم حاجة. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.